ما أنا كنت قاعدة في بيتي، ليه أقعد على قلبك أنت وزينب؟ تقعد على قلبي مين يما؟ معقولة هسيبك تقعد لوحدك؟ لازم تبقي قدام عيني وتطمن عليكي. ربنا يخليك ليا، بس لو كنت عايزة حاجة يعني كنت هكلمك. ولا إيه يا زينب؟ معاكي حق مرات عمي، ابنك طبعا وتكلميه في أي وقت. آه طيب، أنا تعبانة حبيبي، هروح أنام. تفضل يما. تصبحوا على خير. لا الخير يما. الله يعافيك. مالك يا زينب؟ زي ما يكون مش عايز أمي تقعد معانا هنا. لا يا حبيبي، أنا أمك أشيلها فوق دماغي، بس بصراحة كده كان لازم تسمع الكلام اللي أنا قلت لك عليه. يعني إيه؟ أسيبها لوحدها؟ لا، لازم أطمن عليها. ما هي شمس معاها. شمس هتيجي تقعد معانا هنا. أنا سبتها بس النهاردة عشان تروج البيت، غيرك ده مفيش شيء. خلاص، أنت حر. يا زينب انت مخبية عليا ايه؟ بصراحة كده امك وفوزية مش طايقين بعض. انا قلت كده، امي وعمتي اتعاركوا مع بعضيهم وانت عارفة ومش عايزة تقولي لي. اهو انا بقول لك، انت المفروض ما كانش لازم تستعجل، كان لازم نحل الامور ما بينهم الاول. بس خلاص، فوزية وامك مش هيسكتوا. عمتي ست عجلة مش هتقوم على امها. بس انا حاسس ان في حاجة تانية يا زينب. حاجة تانية زي ايه يعني؟ هو انا اللي اعرف؟ انت اللي تعرفي؟ انا كل اللي اعرفه قلته لك. خلاص شوف انت ايه الصالح واعمله. اكيد في حاجة وهي مخبية عليا. ايه ده؟ انت ما نمتيش؟ ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ عايز اشوف ابني. يا سلام، عيني بس كده. بكره ننزل وتشوفيه، ايه رايك؟ صحيح طبعا. الله، ممكن تفكيها بقى، بلاش التكشيره دي. ما اشوف ابني الاول واطمن عليه. عيب يا نعيمة، أنا وعدتك خلاص. ابني الأول وبعد كده أي كلام تاني. ماشي ماشي يا نعمة. مين؟ 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 نجا؟ نادية شخرابي حبيبتي، الحمد لله على السلامة. كنت فين يا بنتي كل ده؟ مدوخانة وراكي وعليكي بس. خلاص سيبي تلف، عاوزة أنام. سيبي طيب، هتنامي هتنامي. يا لهوي، أنت تعبانة يا نادية ولا إيه؟ أعمل لك لقمة يا حبيبتي تاكلي. كوباية مية يا عمتي، كوباية مية. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر. خدي يا ناجي، خدي. يا نهار ابوك يا اسود، بتعمل ايه يا بنت؟ اضربيني اضربيني يا عمي. يا هاجي انت يا كريم. يا الله يا عمي، سيبيني سيبيني. يا عمتي عاوزاها يا عمتي عمتي. هاديها 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 يا عمتي. اجيب ايه؟ اجيب ايه؟ خديك ربنا. بودرة يا نادية، على آخر زمن بتشمي بودرة؟ ليه يا بنتي؟ بتموتي نفسك ليه؟ حرام عليك، ده انتي لسه صغيرة. هاتي بودرة بودرة يا بنت عبد السلام. بس انت مالك بيا؟ ده انت بنتي يا بنتي. ما حدش عاوزني. لا يا حبيبتي، ما حدش عاوزني. لا يا حبيبتي،
لا 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 كلنا عايزينك. بس يا ناتيا بس بس انت بتترعشي بس. ورحمة أبوي ورحمة أبوي ورحمة أبوك إيه؟ حاضر 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 بس اهدي بس اهدي بس بس لا بعد الشر عليك يا أختي. بس 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 بتشمي إيه؟ بتشمي إيه؟ بس 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 يا حبيبتي بس يا مو بس حد يا بنتي يعمل في نفسه كده ليه؟ بتاكلي بالدين واخرتها بودره. الله يسامحك يا ناديه الله يسامحك يا بنتي الله يخرب بيت البودره واللي بيجيب البودره. عامل ايه بس يا رب دلوقتي؟ تعالي تعالي قومي معاك تعالي يا حبيبتي قومي شفت عينيك ايوه شفت عينيك وقومي ايوه سندي سندي يلا ايوه يلا اطلع عليك اسمي تعالي اسمي تعالي اسمي تعالي يلا يلا اطلع 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 يا اختي اطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله ما شاء الله الصلاة على النبي احسن. عليه الصلاة وافضل السلام. يلا حبيبي تعال. على مهلك على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مروان طول ما انت مطمني على العيلة دي والبيت الكبير انا من ايدك دي لايدك دي انت تؤمر. ها راحة زينب واحدة واحدة. مفيش راحة. انت عاوز امك تقول عليا ايه؟ مجوعك؟ والله انا حاسس ان انا قاعد قدام جابريه بالظبط. وطيب انا عايزك تقعدي معاها وتتكلمي معاها كلمتين ما تسيبها شيء. حاضر يا حبيبي هعمل كده. وعايز كمان استنى بس انا ليا طلب ممكن؟ انت تأمري ناديه. لا خلينا في الوقت احسن. استنى بس انا هعمل كل اللي انت عاوزه وهقعد مع مرات عمي وتحت رجليها كمان وهحطها جوه عينيا. بس انت انسى اللي فات حبيبي بلاش تتعصب. انا عارفه انه ناديه غلطانه وتستاهل الموت كمان. بس انت ما تتعصبش واسمعني لغايه الاخر ولو ما عجبكش كلامي اعمل اللي انت عاوزه. انا كل اللي طالباه منك ان انت تسمع وتفكر. اتفقنا؟ اتفقنا يا قلبي. قولي مروان أنا عمري ما فكرت إن أنا أعيش هنا ولا كنت أحب أجي للبلد دي. ولو حد سألني إن أنا هحب كل الحب اللي جوايا ده ما كنتش هصدق. بس أنا هغمض وححلم عشانك وعشان خاطر نوح وعشان خاطر كل العيلة دي. وهدعي لك يا حبيبي وهدعي لمرات عمي كمان. ربنا يخليكي حبيبي. أنا عشانك هشوف الدنيا اللي جاية دي أحلى. عارف يا مروان أنا اكتشفت في الرحلة دي اللي أنا عشتها معاك ومع أبويا وأمي وكل الناس اللي في العيلة دي إن إحنا بندور على الحب. بس الغرض من الرحلة دي مش إن إحنا نلاقي الحب ونقول عليه الله. لأ إحنا لازم نصفي قلوبنا. عارف نفسي في إيه كمان؟ إنه كل واحد فينا لما بيشوف التاني ياخده بالحضن واللي في قلبه يبان عليه. حاضر يا زينب حاضر. بسم الله. استنى يا حبيبي أنا نفسي نتجمع تاني في البيت الكبير ده وعارف إن مفيش حد هيقدر على الكلام ده غيرك. عشان خاطري يا مروان انسى اللي فات واكسر كل الحواجز وخلينا نفكر في اللي جاي عشان مستقبل ولادنا. حاضر يا زينب عشان خاطرك بس هكسر كل الحواجز. ربنا يخليك لنا يا حبيبي. يلا بسم الله. قول بسم الله.